بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. ليه النهاردة بدأنا نسمع تاني عن موضوع التعويم، وليه تم وقف بيع يعني الدولار في السوق الموازي؟ هقول لحضرتك ليه الناس بتتكلم النهاردة عن التعويم، وايه القيمة اللي الناس بتتكلم عنها، وايه القرار اللي المفروض الدولة هتاخده الايام اللي جاية هيكون هو بداية التعويم، وليه او ايه معنى انه تم وقف الدولار او بيع الدولار في السوق السوداء. اتكلم مع حضراتكم في الامور دي كلها النهارده، بس يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. النهارده بدانا نسمع تاني عن توقعات جديده بدات تظهر تاني عن التعويم، والقيمه حوالي 41% تخفيض لقيمه الجنيه المصري. طيب ليه بدا التعويم يظهر تاني وبدانا نسمع عنه تاني؟ هقول لحضرتك انه مصر هتبدأ خلال الساعات القادمة تطبيق الأسعار الجديدة للكهرباء، وده اعتبارا من أول يوليو القادم مع بدايات السنة المالية الجديدة، يعني تقريبا النهاردة. لازم تكون عارف طبعا أنه كان في عندنا قرار رقم 8 لوزير الكهرباء لعام 2023 اللي قضى بقرار عدم تطبيق زيادة جديدة على تعريفة الكهرباء مقابل خدمة العملاء لمدة 6 شهور إضافية. طيب الست شهور الإضافية دول بينتهوا إمتى؟ بينتهوا إمبارح اللي هو 30/6/2023، يعني من أول النهاردة يعتبر القرار ده كده لاغي، أو القانون ده كده خلص. هيتم العمل بقانون جديد أو بزيادة جديدة، هيتم زيادة أسعار الكهرباء بداية من الشهر الحالي ولكن بعد الإعلان عنها، وبالرغم من أنه تم التعويم مرتين قبل كده لكن لم يتم رفع أسعار الكهرباء، وكان معانا 6 شهور إضافية بينتهوا في 30/6. في المرتين دول بالفعل كان تم رفع أسعار الغاز الطبيعي والمازوت المستخدمين في توليد الكهرباء، ولكن برضو الكهرباء ما كانتش غليت في المرتين دول. بكده الجنيه المصري بيفقد تاني كتير جدا من قيمته في السنة الماضية. النهاردة الدولار وصل 31 جنيه تقريبا في السوق الرسمي، وفي السوق الموازي بيبدأ يرتفع من تاني عند مستويات 38 ل 39 جنيه من تاني، وده طبعا شيء غريب جدا. الطبيعي انه انا في فترة الاجازات ما عنديش زيادة، كان متوقع انه اوصل لقيمة 36 وال35 جنيه كمان، لكن النهاردة بنشوف ارتفاع تاني. طيب الارتفاع جاي منين؟ ده انا لا عندي مستورد شغال، ولا عندي حد بيغير دولار، ولا الناس اللي بتشتري دولار بتشتريه دلوقتي. طيب بما انه ما عليهوش طلب ليه سعره بيزيد؟ ده كمان الناس او المحللين الاقتصاديين واخدينه كمؤشر للتعويم، بمعنى انه كده الدولار بيرتفع علشان خاطر هو تحسبا منه عارف انه التعويم قادم، فبيحاول بيعلي السعر شوية عشان يغري حضرتك ويحاول انه يقدر يجمع اكبر كمية من الدولار، ولكن ده بيتنافى مع الشيء التاني اللي سمعناه وبالفعل متأكدين منه. ايه هو؟ انه تم وقف بيع الدولار في السوق السوداء. مش معنى انه تم بقى وقف بيع الدولار في السوق السوداء كتدخل من البنك المركزي او من الحكومة، القصة كلها يا جماعة مش بوقف البيع ولا اي شيء. القصة كلها انه ليه هيشتري من حضرتك دولار؟ لو ما حضرتك مثلا معك 1000 دولار وبتقول له انا عايز اغير، هيقول لحضرتك انه السعر 36 و37 بيموت لحضرتك السعر، ولكن التطبيق الفعلي مش موجود، هو بيعلن ان السعر 38 و39. الكلام ده بينافي الكلام التاني، منين بتقول لي انه وصل 39 و40، ومنين بتقول لي وصل 39 و40 يا جماعة للبيع؟ ليه المستورد لما يحب يجي يشتري، لكن هو بيحاول دلوقتي انه يلم اكبر كمية تحسبا منه انه فيها يكون في تعويم في الايام اللي جاية، فيكون لم كمية كبيرة، ولكن حجته انه كده كده مفيش طلب على السوق، بمعنى انه المستوردين مش بيطلبوا منه. يعني لو انا معايا مبلغ دلوقتي سي مثلا 1000 دولار بقول له انا عايز اغيرهم، هيقول لي 35 و36. طيب لو انا عايز اشتري منه 1000 دولار هيقول لحضرتك 39 و39 ونص. وهي دي اللعبة، مفيش وقف بيع ولا حاجة، بيتباع وبيتشري، ولكن دي شطارة التجار او لعبة وفخ من السوق السوداء، بيحاول تحسبا منه انه لو تم التعويم بالفعل بعد موضوع الكهرباء يبقى هو كده جاهز وعنده كمية دولار كبيرة جدا لمها على 35 و36 جنيه، لكن كحكومة او كبنك مركزي ما اخدش اي قرار بوقف البيع في السوق السوداء،
وإلا لو القرار ده موجود كان زماننا كلنا مرتاحين من زمان جدا جدا والموضوع كان انتهى. طيب إيه مصدر الكلام اللي بيقولنا إنه موضوع الكهرباء خلاص هيتم عدم العمل بالقانون؟ بداية هو قانونا خلاص ال6 شهور انتهوا، ولكن في عندنا عضو في البرلمان المصري نشر على صفحته الرسمية وقال إن خطة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء بيقضي بزيادة الأسعار بداية من الشريحة الأولى. الشريحة الأولى دي يعني كهرباء المنازل. ناس بتتكلم انه القيمة لم يتم الكلام عنها، وناس بتتكلم في انه القيمة هتكون 41% زي المرات اللي فاتت بالظبط، يعني ده يخلي الدولار يرفع بنفس القيمة في البنك المركزي بنفس السيناريوهات اللي فاتت. طيب لو ده حصل يوصل معايا الدولار لكام؟ بكل أسف ل 43 جنيه في السوق الرسمي. طيب بأمانة أنا بتكلم وبقول لحضراتكم عن رأيي أنا، هل ده ممكن يحصل؟ هقول لحضرتك لا طبعا، مش طبيعي إطلاقا إنه حضرتك تشوف التعويم بقيمة 40 جنيه و43 جنيه في السوق الرسمي. استحالة هنشوف الدولار حاليا على الأقل، لا معرفش إيه اللي بيحصل ممكن يحصل بعد كده، لأنه كل يوم عندنا توقعات جديدة وكلام جديد وأحداث عالمية وأحداث الاقتصاد المصري وكل شيء. لكن لو كان ده الهدف كان تم من قبل تصريحات الرئيس، احنا ممكن نشوف زي التعويمات الماضية او زي السيناريو الماضي زي ما قلت لحضرتكم كتير جدا 3.75 جنيه، وده هي تكون الزيادة توصلنا ل 35 جنيه او اقصى شيء ممكن البنك المركزي يوصل معانا ل 36 جنيه. طيب هل التعويم اختيار؟ هقول لحضرتك لا، بصراحة التعويم مش اختيار. التعويم مفيش كلام، قادم قادم، بس خسارة السوق المصري للاستثمارات الأجنبية بيتوقف على التعويم. لو في تعويم الاستثمارات الأجنبية دي هتيجي عند حضرتك، الأموال الساخنة، أموال الخليج، تحويلات المصريين من الخارج، واللي كلها كل ده بيتوقف على إيه؟ على للأسف التعويم. علشان يكون عند حضرتك بيئة استثمارية مناسبة، أول شيء لازم يكون في بيئة استثمارية تقدر الناس تيجي تستثمر عندك فيها إنه يكون عندك قيمة واحدة للدولار أو سعر واحد للصرف. هتقول لي كام؟ هقول لحضرتك على فكرة، ولا صندوق النقد الدولي ولا دول الخليج ولا الاستثمارات الأجنبية ولا أي حد بيتكلم في قيمة. يا جماعة هم بيتكلموا في إنه سعر الصرف يكون واحد، ما ينفعش يبقى عندك دولار في السوق الرسمي 31 أو 30.90 وعند حضرتك سوق سودا 43 و40 و90 ولما 39 ولما تنزل تبقى 38، وعند حضرتك ذهب 44، سيارات 45، حديد 55. ما ينفعش توحد القيمة، مش مهم القيمة كام يا جماعة، كلهم مش بيتكلموا في القيمة كام، احنا بنتكلم في انه يكون في دولارات كتير والبنك المركزي خلاص يعلن التعويم بأي قيمة أيا كانت، بعد كده يبدأ يضخ دولار كتير موجود في السوق السوداء، فبتاع السيارات في السوق الرسمية، بتاع السيارات هيروح يجيب منه، بتاع الذهب هيروح يجيب منه، أغذية ومشروبات هيروح يجيب منه، أي مستورد هيروح يجيب منه، فالسعر هيبقى ثابت على الكل ويتم القضاء على السوق السوداء. كده حضرتك هتكون عملت بيئة استثمارية صالحة لأي استثمار، ساعتها الاستثمارات هتتدفق عليك، هو اللي هيتمنى إنه يجي يستثمر عند حضرتك، وبكده يكون مش تعويم، هيكون تحريك سعر صرف، تحرير سعر صرف مرن، وكمان حضرتك ساعتها هتقدر تاخد الشريحة بتاعت صندوق النقد الدولي، وهتلاقي الناس بتتهافت على الشركات اللي حضرتك بقالك فترة طويلة جدا بتبيعها علشان خاطر يقدروا ييجوا يستثمروا عندك هنا في مصر. أما تعويم هيحصل الأيام اللي جاية أو اللي مش جاية محدش يعرف إيه اللي هيحصل بالظبط. الحدث الوحيد والشيء الجديد دلوقتي إنه الفترة اللي كان فيها ارتفاع الأسعار التثبيت لأسعار الكهرباء انتهت، من بكرة هنشوف إيه اللي هيحصل أو إيه الجديد. هل رئاسة مجلس الوزراء هتعلن الأسعار الجديدة والبداية هتبدأ من الشريحة الكام؟ كل ده هنعرفه في الأيام اللي جاية، ولكن الخبراء والمحللين الاقتصاديين بياخدوا من ده علامة للتعويم في حال رفع أسعار الكهرباء النهاردة أو بكرة. في الأيام اللي جاية هنقول لحضراتكم إيه اللي بيحصل بالظبط، إيه اللي ممكن يحصل في الأيام اللي جاية، وهل بالفعل هنشوف تعويم ولا لأ. أتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، استفدتوا منه ولو بمعلومة واحدة، ويا ريت لو استفدتوا بمعلومة واحدة ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، وأشوفكم فيديو جديد وخبر جديد في أمان الله.